يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم هتكون غاية في الأهمية، أخبار كتير بالتحديد بتخص نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر استعداداته لمباراة السوبر بعد غد أمام نادي الزمالك في أبو ظبي بإذن الله تعالى، واللي بكل تأكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي وإن شاء الله يرجعوا لنا بالكاس. كمان هيكون عندنا أخبار متنوعة محليا وعالميا على مدار حلقة اليوم. ضيف حلقتنا كمان هيكون الأستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق في الجزء الثاني من حلقة اليوم عشان نتكلم معاه في مختلف الملفات. في البداية أهم العناوين. الأهلي يبدأ مرانه الأول بالإمارات وفايلر يفرض السرية التامة. فايلر وعاشور يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر. ديانج مواجهة الزمالك صعبة ومستعدون للفوز بالسوبر. 40 لاعب بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في معسكر مارس. الليلة في دوري الأبطال ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد ودورتموند مع سان جيرمان. طيب قبل كل شيء النهارده الذكرى السنويه الاولى لرحيل قيمه اعلاميه كبيره وصحفي كبير جدا جدا، وهو دكتور خالد توحيد رئيس قناه الاهلي السابق، واللي كان ليه مسيره كبيره جدا في الجانب المهني تحديدا، سواء ككاتب صحفي كجانب اداري كاعلامي كرئيس قناة النادي الأهلي. في الحقيقة راجل دايما بيجمع عليه الكل، أخلاق مهنية كل شيء كل شيء. حابب تقوله إيجابي عن دكتور خالد توحيد قوله براحتك، مفيش أي مشكلة. ربنا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وهيفضل دايما خالدا في ذكرى كل جماهير الكرة المصرية وفي ذكرى الوسط الإعلامي الرياضي تحديدا، يعني ربنا يرحمه. كمان الحديث كله هيكون عن مباراة السوبر، مباراة الأهلي والزمالك، مباراة قوية جدا جدا، الكل بيترقب هذه المباراة. جمهور النادي الأهلي بالتحديد كمان مستني المباراة دي، عايز الفريق إن شاء الله يكسب كالعادة، ده بيبقى الهدف الأساسي بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، العودة باللقب خصوصا لما تبقى مباراة مع فريق كبير زي نادي الزمالك أيضا القطب الثاني في الكرة المصرية، فمباراة قوية في كل الأحوال، ندية كبيرة. أنا بس بستغرب من جزئية وحيدة، يعني البعض بيقول لك إيه، قبل فوز الزمالك على الترجي نسب الاهلي كانت اعلى، بعد ما الزمالك فاز على الترجي في السوبر الافريقي بقت النسب متساويه. لا يا جماعه، المباريات دي طول عمرها النسب فيها متساويه، حتى لو الزمالك مش قبل المباراه مش في احسن حالاته بتبقى النسب متساويه، لو الاهلي قبل المباراه مش في احسن حالته ايضا بتبقى النسب متساويه، فيما عدا فتره صغيره كده اللي الاهلي كان بيكسب فيها على طول مع مستر مانويل جوزيه مثلا، الفتره اللي كانت اللي فيها الجيل الذهبي يعني، ما كانتش صغيره قوي ماشي، بس اوكي في كل الاحوال كانت فتره الاهلي بيكسب فيها، فيما عدا ذلك دايما المباريات ما بين اهلي والزمالك 50-50، كسب بقى الزمالك مباراه مهمه قبل مباراه القمه، كسب الاهلي مباراه مهمه قبل مباراه القمه، هي هي. فبالتالي مهمه قوي، مهم جدا ان الاهلي يكون مركز في هذه المباراه التركيز المطلوب والتام لحصد هذا اللقب، ويكون اللقب رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي بالتحديد في بطولات السوبر المصري، وكلنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين بالتحديد لاعبي النادي الاهلي ان هم ان شاء الله يقدموا مباراه كبيره وان شاء الله يكسبوا البطوله. الاهم كمان الاهم ان المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه وتكون واجهه مشرفه للكره المصريه كما هو المعتاد دايما، اهلي وزمالك هي قمه الكره العربيه كمان مش الكره المصريه، فالمتابعه هتكون مختلف الدول في جميع انحاء العالم اكيد بخصوص مباراه كبيره زي دي بتضم جهاز فني قوي هنا وجهاز فني قوي هنا ايضا ولاعبين ممتازين افضل لاعبي الكره المصريه بكل تاكيد. فبالتالي احنا على مدار النهارده وبكره هنفضل متواصلين مع حضراتكم وهنفضل نتابع لحظه بلحظه استعدادات فريق النادي الاهلي. انا عايز اقول لحضراتكم اخر الاخبار اللي بتخص الفريق بالتحديد المران. المران ابتدى في تمام الساعه 4 عصرا بتوقيت القاهره، 6 مساء بتوقيت ابو ظبي، ويعني في هذه اللحظات يعني يعتبر المران شغال او على وشك النهايه تحديدا، والفريق بيستعد من خلال هذا المران، هو اول مران للنادي الاهلي هناك في ابو ظبي، وبكره هيكون المران الاخير بكل تاكيد، لكن استعدادات هتبقى خاصه جدا. خلينا اقول لحضراتكم ان المران فيه سريه تامه،
النادي الاهلي مركز والجهاز الفني مستر فايلر بالتحديد هو اللي طلب ان المران ما حدش يتابعه او ما حدش يشوف المران بشكل كبير عشان يكون في مزيد من التركيز عند لاعبي النادي الاهلي، واللي هم اكيد مركزين جدا جدا في مباراه زي دي. انت لما تخش مباريات كبيره زي مباراه الاهلي والزمالك ايا كان بقى البطوله ايه، لازم التركيز بيبقى 100%، هو دايما بيبقى فيه التركيز 100% في مختلف البطولات، لكن ما بالك كمان لما تكون مباراه زي مباراه الاهلي والزمالك، مباراه قمه. فبالتالي ده امر مهم جدا. عايز ايضا اقول لحضراتكم ان ملعب سلطان بن زايد ده كان المفروض الملعب اللي هيستضيف مران الاهلي اليوم، لكن تم تغييره بناء على رؤيه الجهاز الفني ان هو يكون ملعب نادي الوحده الاماراتي. ليه؟ السبب يعني اللي نعرفه لحد دلوقتي ان ملعب سلطان بن زايد ده مكشوف شويه، ممكن اي حد يقدر يتابع المران يعني، لكن عكس ملعب نادي الوحده الاماراتي. لكن في المجمل النهائي يعني ملعب نادي الوحده الاماراتي هو اللي بيستضيف تدريبات النادي الاهلي في هذه اللحظات. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق والاستعداد يكون جيد لمباراه بعد بكره باذن الله تعالى. فيما يتعلق بالمحاضرات، واحنا عارفين دايما بيبقى في تركيز كبير جدا بخصوص محاضرات الفريق بخصوص اي مباراه هتقابلك يعني، فمباراه الزمالك في محاضرات خاصه جدا. امبارح كان في محاضره بالليل للنادي الاهلي من خلال مستر فايلر، والمحاضره دي كانت عباره عن شقين، شق متعلق بفريق النادي الاهلي، اخطائه، مبارياته الاخيره، لقطات كتير جدا لمباراه الاهلي الاخيره، الكلام على السلبيات والايجابيات من خلال المدير الفني مع اللاعبين، وشق اخر متعلق بمباريات نادي الزمالك الاخيره ايضا، والحديث عن الايجابيات والسلبيات وكيفيه التعامل في المباراه القادمه، وكيفيه ايضا الحذر من تكرار اي اخطاء ممكن كان تعرض ليها النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي تحديدا على مدار الفتره اللي فاتت. طيب خلينا نقرب من الصوره بشكل اكبر ونروح لزميلنا العزيز مرافق بعثه النادي الاهلي في الامارات كريم احمد. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي الامير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم والحمد لله على السلامه، وعايزين نطمن من خلالك على كل استعدادات فريق النادي الاهلي قبل مباراه حاسمه ومرتقبه امام نادي الزمالك، اتفضل. طبعا امير يعني في البدايه اقدر اقول لك ان الكل هنا مستعد بشكل كبير جدا. تمام. في سبورت يعني سيطره كبيره جدا على فندق الاقامه، كابتن سيد عبد الحفيظ قبل ما يكون متواجد في ابو ظبي انت عارف بينسق مع الكابتن سمير عدلي الدك معالي السفير معالي القنصل، كل الامور دي بالفعل شفناها في فندق الاقامه. النادي الاهلي مفصول تام في دور تام، محدش بيقدر يطلع فوق، اي حد ما بيقدرش يطلع فوق غير الجهاز الفني. وايضا كمان حتى يمكن المركز الاعلامي واحنا في قناه النادي الاهلي بيبقى الموضوع يعني في كده لازم تعليمات من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وده امر رائع ومميز جدا لان كل اللعيبه عندها هدف، الهدف هو العوده من هنا ان شاء الله بالسوبر رقم 12. عايز اكلمك يا امير على نقطتين مهمين جدا في البدايه. ملعب التدريب النهارده كان يمكن كل بعض المواقع او كل المواقع قالت ان الملعب هيكون سلطان بن زايد، انا باكد لك احنا متواجدين في ملعب الوحده الاماراتي. يمكن مجرد نادي الوحده الاماراتي عرف ان النادي الاهلي رايح ملعب سلطان بن زايد وجهه الدعوه مباشره، وقالوا له احنا ملعب الوحده تحت امر النادي الاهلي، ملعب رائع ومميز وحاجه رائعه جدا. وبالفعل الاستاذ عبد الله سالم المدير التنفيذي كان ليا كمان يعني لقاء معاه، واكيد هيتعرض على شاشه قناه النادي الاهلي، الراجل بيشيد للنادي الاهلي وبيتمنى النادي الاهلي التوفيق، وقال كل جمهور النادي الاهلي اكنه في ملعب مختار السيسي، ودي روح كبيره جدا بين الشعب الاماراتي والمسؤولين الاماراتيين مع النادي الاهلي تحديدا. يمكن الاجواء هنا امير رائعه ومميزه جدا. نقطه كمان عاملين نوضحها وهي المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي كان اعلن هيكون 2:15 بتوقيت الامارات، لكن المؤتمر الصحفي هيكون الساعه 11 صباحا بتوقيت الامارات. تمام. اختلاف شويه في بعض الارقام طبعا يمكن نزل زي ما باكد لك في المواقع بالكامل، لكن يمكن المعلومات اللي احنا بنقولها من خلالك يا امير ومن خلال كلام في الميديا المعلومات الصحيحه، المؤتمر الصحفي هيكون 11 صباحا، والملعب اليوم الاولاني او اليوم الاول هيكون نادي الوحده، غدا ان شاء الله هو الملعب الرئيسي طبعا ملعب محمد بن زايد اللي هيكون تدريب النادي الاهلي الاساسي عليه في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت ابو ظبي. كل اللعيبه امير فنيا وطبيا جاهزه بشكل كبير جدا، الكابتن سيد عبد الحفيظ 5 دقائق في البدايه فقط لا غير سمح لينا المركز الاعلامي يكون في بعض القصور، لكن تم الغلق تماما، اي حد موجود هيجي مجرد غادر طبعا مباشره. في عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي متواجد خارج ملعب الوحده الاماراتي، الكل عايز يشوف النادي الاهلي، الكل بيحفز، يمكن سامعين صوتهم من داخل الملعب، اجواء حماسيه اجواء كبيره، ويمكن زي ما انت عارف جمهور النادي الاهلي تذاكر خلاص يمكن نفذت بالكامل، يعني هنشوف جمهور النادي الاهلي كامل العدد، ويمكن زي ما اكدت امس يمكن يتبقى 40% من جمهور نادي الزمالك، يتبقى 40% من التذاكر لجمهور نادي الزمالك. ويمكن اللي زود شويه امير يعني بيع التذاكر الخاصه بنادي الزمالك هو حصوله على بطوله اكتوبر، لكن انا باكد لك النادي الاهلي هيكون كامل العدد ان شاء الله في المباراه الخميس اللي ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. استاذ خالد البرندلي يوم دور كبير جدا كرئيس البعثه مجلس الاداره ان انا اكون متواجد بالعدد الكبير، دي هي رساله، وجود الكابتن محمود الخطيب وتنسيقه التام والمستمر، يمكن استاذ خالد بيقول لي كل ربع ساعه كل نص ساعه
يحاول ان هو كابتن محمود يطمن على اللعيبه، الامور كويس. الظروف، التحركات، التنقلات، كل الامور طبعا اللي بتوفر مناخ رائع وطيب بينعكس على اللعيبه. اللعيبه عايزه تكون في مناخ طيب ورائع عشان تقدر تادي في المستطيل الارضي ان شاء الله. امير باذن الله، باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللعيبه، اللعيبه كلها مركزه، هدف واحد انت عارف في مصر هو هدف بطوله الدوري افريقيا وهدف البطوله الافريقيه، وان شاء الله باذن الله بطوله السوبر تكون هدف اداء ونتيجه ونقدر نسعد كل جمهور النادي الاهلي. المران شغال يا كريم لحد دلوقتي ولا خلاص انتهى؟ يمكن المران شغال يا امير حتى هذه اللحظه، يعني اقدر اقول لك اللحظه اللي احنا فيها دي، يمكن مستنيين فايلر قاسم مجموعتين، في مجموعه يمكن ضربات جزاء طبعا بيحاول ان هو يكون ببعض اللعيبه فيها طبعا، مش قادرين طبعا ان احنا نقول اي نوع من انواع اللعيبه تمام طبعا او كده، لكن عايز اقول لك الكل جاهز. اي حد هيكون متواجد في الفرقه من الحاله اللي احنا شايفينها امير ومن الحماس والجديه اللي احنا شايفينها هيكون يمكن هيأدي اداء اكثر من الاعداد اللي احنا بنتمناه وبنأمله من كل اللعيبه. مباراه قويه ومباراه صعبه، تركيزنا فقط يكون في المستطيل الارضي وده اللي بياثر عليه ترني فايلر كابتن سيد عبد الحفيظ سواء في الاجتماع اليوم او في الاحاديث المنفرده مع لعيبه النادي الاهلي. اقدر اقول لك يعني 10 دقائق ان شاء الله ينتهي المران بالكامل، يبقى كده بتاع النادي الاهلي في اسلوبه الاول، عوده على طول على فندق الاقامه من العشاء مباشره، واخدين محاضره النهارده يعني عقب انتهاء وجبه العشاء فيها الامور التكتيكيه، التطبيق النهارده ايه اللي كان ناقص في التدريب، الامور الاعتياديه طبعا لمستر ني فايلر، وان شاء الله باذن الله يا امير كل اخبار كل حاجه تكون متواجده معاكم ان شاء الله على مدار الساعات القادمه، ومع كابتن اسلام الشاطر مع محمد سعيد ايضا كمان زميلنا في الاهلي الليله ان شاء الله نحط كل جمهور النادي الاهلي في الاحداث وفي الاخبار الخاصه في ابو ان شاء الله باذن الله. عايز اطمن منك بس على جاهزيه رمضان صبحي. يمكن طبعا رمضان صبحي يعني اقدر اقول لك هو شارك النهارده في جزء من التدريب يعني النهارده وفي بكره لسه كمان يعني لسه هيكون على رمضان، لكن هي رؤيه اكيد الجهاز الفني ورؤيه ايضا كمان الجهاز الطبي. رمضان مش عايزين نقول ان هو متواجد او مش متواجد، لما اطمن عليه بشكل كبير بكره ان شاء الله. احنا بس نطمن على الجاهزيه بس، حته متواجد او مش متواجد دي تخص الجهاز الفني طبعا. بالظبط بالظبط يعني اقدر اقول لك ان شاء الله رمضان يعني رمضان جاهز ان شاء الله للفتره اللي جايه يتم الدفع فيه باذن الله يكون متواجد على دكه الفداء، لكن ان شاء الله رمضان يكون اضافه في مباراه الخميس ان شاء الله وكل اللعيبه ان شاء الله تكون موفقه زميلي يعني. باذن الله يا كريم. طيب اخيرا عايز اكلمك على جزئيه الجماهير، وانت بتقول نفاذ تذاكر جماهير النادي الاهلي بشكل كامل، وده بيعكس مدى الشعبيه الكبيره للنادي الاهلي في جميع انحاء الوطن العربي، لكن بالتاكيد عايز اتطرق معاك للاستقبال من جمهور النادي الاهلي لبعثه النادي الاهلي بشكل كامل سواء امبارح والنهارده، والتواصل ازاي مع البعثه. يمكن عايز اقول لك امير مجرد وصولنا للمطار طبعا ابو ظبي استقبال كان اكثر من رائع، يعني كل الجمهور اللي كان متواجد كبير جدا كان من الجمهور خارج المطار للتحفيز والهتافات والسوبر الاهلي، ده كان الهتاف الاوحد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ودي حاجه رائعه ومميزه جدا الجمهور ان النادي الاهلي لما يكون خلف فريق خارج كمان مصر ده امر مهم جدا، فرحه امير في عين الجمهور وفي عين الجاليه يعني احنا بنشوفها وبنحسها طبعا، يعني انت عارف لما بيكون النادي الاهلي متواجد في اي دوله عربيه وتحديدا الامارات بتكون منعكس على جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي متواجد في فندق الاقامه بيحاول ان هو يكون متواجد، لكن انت عارف الامن بيفصل شويه وبيحاول ان هو يرجع الجمهور بعيدا عن الفندق، بيجي على ملعب الوحده بيكون جمهور النادي الاهلي ورانا، بتروح اي حته جمهور النادي الاهلي ورانا، وهي دي الميزه هي دي الدافع، وان شاء الله يعني تكون سر يعني يكون سر ويكون كلمه سر يعني زي ما بنقول شخصيه النادي الاهلي وشخصيه البطل روح القناه الحمراء بين قوسين نقدر نقول جمهور النادي الاهلي ان شاء الله لا يكون كلمه سر في مباراه يوم الخميس ان شاء الله جميل يعني. باذن الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مرافق بعثه النادي الاهلي في الامارات، ووضح لنا الصوره بشان امور كتير جدا بتخص رحله الفريق والاستعدادات الاخيره والنهائيه لمباراه يوم الخميس امام نادي الزمالك باذن الله تعالى. خلينا نكمل حضراتكم بعض الاخبار. خلاص كريم قال لنا على ميعاد المؤتمر الصحفي ده عرفناه، لكن الاهم كمان اللي هيحضر المؤتمر ده كما هو المعتاد طبعا مستر ريني فايلر، وهيكون معاه حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. احنا عارفين قائمه النادي الاهلي مكتمله هناك، يعني 24 لاعب فيما عدا صالح جمعه بس هو اللي مش متواجد في صفوف الفريق بخصوص هذه المباراه. كمان كان في تصريحات لاليو ديانج لاعب ونجم النادي الاهلي خلال المرحله الماضيه، وبيتكلم فيها على مواجهه الزمالك وتطرق لاهميه هذه المواجهه وصعوبه المواجهه في نفس الوقت، وقال ان احنا متحمسين جدا زي جمهور النادي الاهلي المتحمس للفوز بهذه المباراه، وقال ان هو سعيد كمان قوي بثقه الجماهير فيه وفي كل زملائه بعد المراحل الماضيه وكل المباريات اللي قدر يفوز فيها النادي الاهلي بالتحديد محليا، ووعد كمان اليو ديانج جمهور النادي الاهلي ببذل كل الجهد للفوز بلقب السوبر يوم الخميس القادم، نتمنى له كل التوفيق سواء اليو ديانج او كل لاعبي النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق باخر اخبار الفريق قبل مباراه يوم الخميس باذن الله. خلينا اقول لحضراتكم او خلينا نروح ل تقرير خاص مع جمهور النادي الاهلي في الامارات، كان زميلنا العزيز كريم احمد اجراه قبل ساعات من دلوقتي صباح اليوم، و
وبخصوص توقعاتهم ورؤيتهم لمباراه الاهلي والزمالك يوم الخميس. نروح نشوف ونرجع تاني، يلا بينا. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. بننقل طبعا الصوره هنا، بنشوف التوقعات. جمهور النادي الاهلي متواجد بكثافه ومحب للنادي الاهلي متواجد بكثافه، مش هنقول في فندق الاقامه لكن في حظر كبير جدا في فندق الاقامه على لعيبه النادي الاهلي. انا هروح طبعا لاحد مشجع ومحب للنادي الاهلي، يعني بالصدفه كده يمكن متواجد في الفندق الاقامه، واقول لي بتشوف المباراه ازاي، شايف فريق النادي الاهلي فرصه ازاي، وبتتمنى اكيد الفوز للنادي الاهلي. الحقيقه اهلا بيكم، اهلا بقناه النادي الاهلي في الامارات، منورين الامارات، منورين ابو ظبي، منورين الدنيا كلها. المباراه طبعا مهمه جدا لينا في توقيتها في الموسم تحديدا بعد الفرق الكبير في الدوري، احنا محتاجينها، محتاجين الفوز. انا شخصيا اتوقع ان شاء الله المباراه تخلص زي السوبر بتاع السنه اللي فاتت 3-1 ان شاء الله او 3-2 ماكسيمم، ويا رب يبقى السكور اعلى من كده. رساله سريعه لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه. مسؤولية كبيرة، وراكم جمهور 70 مليون على الأقل غير اللي بره مصر، فإن شاء الله تفرحونا زي ما متعودين منكم إن شاء الله. شكرا، بالتوفيق. روح كبيره وروح مهمه جدا، وهي دي الرساله المهمه جدا اللي بتوصل لكل لعيبه النادي الاهلي. انا كمان يمكن بينضم لي احد مشجعي النادي الاهلي ومحب النادي الاهلي، اكيد متفائل زي ما كلنا متفائلين ان شاء الله، عندنا ثقه كبيره في اللعيبه، لكن المباراه لا تقبل القسم على اثنين. بتشوف المباراه ازاي وبتشوف الجيم ازاي؟ اكيد طبعا، اولا اهلا بيكم في الامارات واهلا بالنادي الاهلي في الامارات، عامل لنا حاله جميله كاهلاويه ومصريين هنا. المباراه طبعا هي مباراه صعبه لانها مباراه بطوله، ولكن الاهلي دايما بتلاقيه في المواعيد الكبيره. الاهلي رجاله، الاهلي اتولد عشان يكون بطل. اللي بيلعب في النادي الاهلي ده محارب، عارف ان اي مباراه بيدخلها ما عندوش الا خيار واحد، الفوز. فاحنا واثقين كل الثقه في لعبتنا وفي جهازنا وادارتنا، وان شاء الله يكون التوفيق حليف الاهلي ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي هيبقى كلمه السر في مباراه الغد. اكيد طبعا، جمهور النادي الاهلي التذاكر خلصت، يعني بقول لحضرتك الدرجه الثالثه والرابعه بعد ساعه الا 10 بالظبط، انا تقريبا اول او ثاني واحد حجز بالظبط على السيستم يعني. فاي مكان هتروح فيه هتلاقي جنود الاهلي، الاهلي عنده جنود وعنده شعب، ما عندوش جمهور، وان شاء الله الفوز يكون حليف الاهلي ان شاء الله. حبيبي الله يخليك، شكرا. ان شاء الله هناخد من كلامه باذن الله يكون الفوز حليف للنادي الاهلي ان شاء الله. كل الامور التنسيقيه، الامور الفنيه، الامور الطبيه، كل يبقى جاهز ان شاء الله، لعيبه النادي الاهلي تبقى جاهزه يوم المباراه، وباذن الله نعود من ابو ظبي ببطوله السوبر، تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. وكلام لبعض جمهور النادي الاهلي، وحماس كبير جدا عندهم قبل مباراه كبيره امام نادي الزمالك يوم الخميس القادم باذن الله تعالى. انا هروح لمداخله مهمه جدا مع الاستاذ محمد الجوكر الاعلامي والصحفي الاماراتي الكبير، ونتكلم معاه بخصوص هذه المباراه. يا استاذ محمد، مساء الخير على حضرتك. يا مرحبا، مساء الخير على مصر الحديده وعليكم عليكم جميعا، يا مرحبا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني في البدايه انا عايزك تطرق بخصوص مباراه الاهلي والزمالك وهذه المباراه، وبالتحديد التناول الاعلامي للمباراه من خلال الاعلام الاماراتي بشكل عام. هو الحقيقه لا شك ان اسم الاهلي والزمالك في اي مكان وفي اي مدينه وفي اي مكان في العالم العربي يشك الاسم لوحده فقط هو فيه نجوميه، فما بالك اذا كانت هذه السمعة الطيبة التي تتمتع بها الرياضة المصرية العريقة وتتواجد في أرض زايد الخير، لا شك أنها تلقى وتجد العناية الأكبر والاهتمام الكبير من كافة وسائل الإعلام، وحتى أيضا وسائل الأخرى، على اعتبار أنها حدث تاريخي وحدث رياضي. أكيد. نحن نعتز باستضافة مثل هذه الموقع الكروية التي نفتخر بوجودها على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. الزمالك والأهلي من الأندية العريقة، من الأندية التي تفتخر بها الرياضة الإماراتية، لأنها ساهموا أبناء الناديين في تطور ونمو الحركة الرياضية في دولة الإمارات من خلال التعاقد مع مدربين هذه الناديين، ومن خلال وجود أيضا العديد من الكفاءات التي كانت تمثل الأهلي والزمالك خلال وجودهم في أندية دولة الإمارات. بالتحديد عايز أتطرق للعلاقة المصرية الإماراتية، بالتحديد من الجانب الرياضي كمان، وجذور هذه العلاقة، والبداية كانت إزاي وإمتى؟ حقيقة طبعا في هذا الإطار بتحدث يمكن مدة الوقت البرنامج لن يتسع بالنسبة لي، على اعتبار أني أنا مؤرخ وباحث في هذا المجال، ومصر بالنسبة لي حتى من قلبي كما يقولون. فالعلاقة الرياضية بدأت في دولة الإمارات مع الرياضة المصرية، تحديدا بزيارة أول نادي مصري وهو الدراويش الإسماعيلي عندما زار الإمارات، وكان في إطار تدعيم المجهود الحربي. وزيارة الإسماعيلي ساهم حقيقة أيضا بعدها بعدة أشهر باختيارنا للمرحوم شحتة
ليكون اول مدرب متفرغ من الامارات كمحترف درب نادي الوحدة انذاك، وبعد ذلك اصبح الاهلي في دبي، ثم بعد منتخب الامارات لدورتين كاس الخليج الثاني عام 72 في الرياض، وحصلنا على برونز في كاس الخليج، والثالث في الصيف عام 74. هذه الزياره امتدت الى زيارات اخرى، منها زياره النادي الاهلي القاهري في يناير 75 في العيد الاضحى الثاني، لعب الاهلي القاهري كامل نجومه على ملعب الرملي امام نادي النصر، ويومها خسر بهدف مقابل لا شيء. اصبحت هذه الزيارات هي امتداد على ان الرياضه المصريه تربطنا بها علاقات قويه جدا، لان الاساتذه المصريين والاطباء والعلماء والادباء والاعلاميين جاءوا من الوطن ليساهموا مساهمه فعاله، فكان الحقيقه لابن مصر دوره الاكبر، المدرس صباحا وفترة مسائية يقوم بالتدريب أو بالتحكيم، فهذه العلاقة علاقة حقيقة فيها جذور تاريخية عميقة نعتز ونفتخر بها. لذلك فإن الحديث الحقيقة على العلاقة الرياضية الإماراتية المصرية يفوق ويطول، على اعتبارنا حتى عام أول قيام دولة الإمارات في العيد الوطني غنت السيدة أم كلثوم في 30 يناير 1971، أقيم على مسرح النادي الأهلي في أبو ظبي، وكان الحفل الغنائي الكبير شهده طيب المغفور للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ومنذ ذلك الوقت وأصبحت مصر في أعماقنا وفي قلوبنا، لهذا نحن الحقيقة نشعر بأن الحديث عن مصر ذو شجون، والحديث عن الرياضة المصرية ذو تاريخ. ومن هذا المنطلق أرى أن لقاءات الرياضة الإماراتية سواء عندما لعبنا كأس السوبر هناك في القاهرة أو عندما نستضيف أندية المصرية هنا في الإمارات، فهذا يؤكد مما يدل على المتانة والعلاقة القوية التي تربط البلدين. بيمثل ايه استضافه بطوله السوبر المصري، وخصوصا قمه كبيره جدا ما بين اكبر فرقتين في الوطن العربي هما الاهلي والزمالك، بيمثل ايه الكلام ده للشعب الاماراتي ودوله الامارات؟ حقيقه يمثل بالنسبه لنا شرف واعتزاز، لان نحن فخورين بابناء مصر في كل المحافل، ليس الرياضيه فقط، في المجال الاعلامي، في المجال الفني، في المجال الثقافي، في المجال الصحي، في المجال التدريبي، وفي المجال الرياضي. وعندما نتناول جزئيه استضافه كاس السوبر المصري، اتمنى ان تخرج المباراه بالصوره التي تليق بمكانه وسمعه الرياضه المصريه العريقه، لان كما قلت نحن ايضا في الامارات استفدنا من حكام كره القدم المصريين، على راسهم المرحوم علي قنديل، على راسهم المرحوم حاج مصطفى كامل، كل هؤلاء جاءوا الحقيقه وساهموا. لذلك عندما نستضيف حدث الرياضي المصري نشعر بالفخر والاعتزاز. كاس اكتوبر عندما اقيم في القاهره قبل سنوات كان لي الشرف بتواجد هناك، وايضا كان لنا الشرف بتكريم 20 اعلامي عملوا في الصحافه الرياضيه الاماراتيه اكثر من ربع قرن، تم تكريمهم على هامش الحفل بحضور معالي الدكتور اشرف صبحي وايضا سعاده السفير الامارات جمع الجنيبي. فالعمق التاريخي، هذا العمق التاريخي الحقيقه يعود لنا الى ذكريات طويله، يعني لا اخفيكم ان ابناء مصر مثلوا الامارات حتى في البطولات، مثلا عام 75 كان عدد من لاعبي النادي الاهلي المصري على راسهم راجب عبد المنعم وابراهيم عبد الصمد وايضا حارس المرمى اشرف بن نور وغيرهم من يوش حفله كدراني، مثلوا منتخب الامارات في بطوله العالم العسكريه عام 75. فلهذا نحن الحقيقه نشعر بالسعاده والسرور عندما نسمع اسم مصر. النادي استاذ امير، كلمه مصر بالنسبه لنا تعني الكثير. ابناء مصر، ابناء الامارات بدأوا حياتهم الدراسيه والمؤهلات العلميه في بدايه الستينات، ومن خلال وجودهم هناك وحتى انديه الامارات الكبيره جاءت اول معسكرات الخارجيه بدات في 1970 في القاهره. من هذا المنطلق نرى ان 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 البعد التاريخي ذات مهم جدا، لكن لا نريد ان تتحول فقط مباراه يتم فيها لقاء بين خصمين وناديين وتقليديين، لا، نريد ان تتحول هذه المباراه الى مهرجان نحتفي بالاشقاء على ارض سعيد الخير.
اخيرا عايز اختم مع حضرتك بخصوص مدى الجماهيريه والشعبيه بالنسبه للنادي الاهلي هناك بالنسبه ايضا للشعب الاماراتي. حقيقه كما قلت يعني نحن عندنا من اقدم واكبر الانديه في البلد النادي الاهلي اللي هو حاليا اصبح شباب الاهلي. شباب الاهلي اه. يمكن تم تسميته اسوه تيمنا بالاهلي القاهري لان اسم الاهلي القاهري اسم غني عن التعريف يعني عندما نتناول عن نادي الاهلي القاهري فتتحدث عن تاريخ تتحدث عن مرحله ذهبيه في عمر بلد ومكانه مصر على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الدولي لهذا الحقيقه شعبيه الاهلي كبيره جدا والاهلي ايضا شارك في مهرجانات اعتزال العديد من اللاعبين من انديه الامارات الاهلي المصري له شعبيه في اي مكان وكذلك الحال بالنسبه للزمالك يبقى الناديان حقيقه يمثلان ايضا رمز من رموز الرياضه العربيه والاهلي القاهري واحد يعني عندما تسمع النادي الاهلي وتسمع هذه المكانه وهذه السمعه والسمعه الاعلاميه والخبرات الاداريه يعني ناس الله يرحمها صالح سليم كان ايضا يوما ما لعب مباراه ضد النادي الاهلي في عام 70 في جول 1970 لعب قاد الاهلي القاهري امام اهلي دبي في تلك الفتره في معسكر القاهره صالح سليم تربطه علاقه قويه جدا مع الشيخ مانع بن خليفه احد رموز الرياضه الاماراتيه وعاشق النادي الاهلي في مصر. تمام. نحن لكل من الذكريات الطويله الكثيره كما قلت المجال لا يتسع بان اتحدث فيها لكن باختصار اقول ان كل ابناء مصر وبالقلوب وكل ابناء مصر سواء اهلي زمالك اي انديه نحن نشعر بانهم في وطنهم الثاني. اكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد الجكر الصحفي والإعلامي الإماراتي الكبير واتكلمنا معاه بخصوص الجوانب التاريخية في علاقة الشعب المصري بالشعب الإماراتي وبالتحديد فيما يتعلق باستضافة مباريات الأهلي والزمالك ومباريات السوبر المصري بالتحديد فأمور كانت مهمة أيضا اتكلمنا فيها مع الأستاذ محمد الجكر. أنا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نواصل فقرات حلقة كلام في ميديا النهارده استنوا. قبل ما نتكلم عن اخبار الاهلي في الصحف خلينا نقول لحضراتكم النهارده في ماتشين مهمين جدا في الشامبيونز ليج دور ال 16 الشامبيونز ليج الاوروبي بورسيا دورتموند الالماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعه 10 مساء مباراه الذهاب في سيجنال ايدونا بارك ملعب بورسيا دورتموند وايضا المباراه الاخرى اللي تهمنا كلنا اكيد مباراه اتلتيكو مدريد وليفربول ودي هتكون على ملعب واندا متروبوليتانو ملعب طبعا اتلتيكو مدريد المباراه ايضا هتكون في تمام الساعه 10 مساء اخبار الاهلي في الصحف يلا. الأهرام استقبال حافل للقطبين في الإمارات الأهلي يفرض السرية على تدريباته ويستقر على التشكيل. الأخبار السوبر فوق الجميع الأهلي إصرار واستنفار فايلر يطلب السرية التامة ويعتمد خطة اصطياد اللقب. الجمهورية يواجه سان داونز على استاد القاهرة بحضور 30,000 مشجع الأهلي يرفض الراحة استعدادا لسوبر الخميس. الشروق اليوم فايلر يحسم تشكيل الأهلي في السوبر تحذير طبي من مشاركة رمضان المفاجأة تنحصر بين بادجي وكهربا واحتمالات بعودة الثنائي ياسر وربيع. الوفد طوارئ في القلعة الحمراء الأهلي يحذر كهربا قبل موقعة السوبر والإجهاد صداع في رأس فايلر فتحي وبادجي جاهزان وتكليفات خاصة لإيقاف خطورة بن شرقي. في الدستور نقل مباراة سان داونز إلى استاد القاهرة فايلر يجهز رباعي الهجوم لموقعة السوبر ومشاركة رمضان في التدريبات الجماعية. نبتدي بالأهرام واللي بتتكلم أكيد عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر واستعدادات الفريقين تحديدا. قال لك إن في استقبال حافل للقطبين في الإمارات وده الطبيعي ويعني إن ده اللي يدل على العلاقات الوطيدة دايما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي يعني هو برضو يدل على كم الجماهيرية
الموجوده للنادي الاهلي تحديدا هناك، وايضا الزمالك ليه جماهيريه بكل تاكيد هناك. الاهلي يفرض السريه على تدريباته ويستقر على التشكيل. ممكن النهارده يتم استقرار على التشكيل، ممكن يكون بكره في المران النهائيه. في كل الاحوال ما حدش يقدر يتوقع تشكيل النادي الاهلي تحديدا يعني قبل كل مباراه، مش بس قبل هذه المباراه. ده فيما يتعلق بالاهرام. نروح للاخبار واللي بتقول ان السوبر فوق الجميع، وهو الشغل الشاغل للشعب المصري كله طبعا دلوقتي، مباراه الاهلي والزمالك في السوبر. الاهلي اصرار واستنفار، وده الطبيعي دايما بالنسبه للنادي الاهلي. اي مباراه بيبقى في تركيز كبير واصرار على الفوز، سمه اساسيه من سمات النادي الاهلي. وفايلر يطلب السريه التامه، وده اللي بيحصل خلال المران اللي اعتقد بيخلص خلال هذه اللحظات. انا بتكلم معاك، والمران الاول الاهلي هناك، ويعتمد خطه اصطياد اللقب. اكيد هيكون له استراتيجيه او سيناريو معين بخصوص خوض هذه المباراه امام نادي الزمالك وكيفيه الفوز بلقب السوبر. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في الاختيار التشكيل الانسب، الخطه الانسب للفوز باذن الله تعالى ببطوله السوبر رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي. تعالوا نروح للجمهوريه، واللي بتقول ان الاهلي يواجه صن داونز على استاد القاهره بحضور 30,000 مشجع، وده اللي اتكلمنا فيه امبارح، وخلاص الموضوع بقى بشكل مؤكد. الاهلي يرفض الراحه استعدادا للسوبر الخميس. فين مفيش وقت الراحه، خلاص الماتش بعد بكره يعني، والراحه كانت اول امبارح. المران ما كانش فيه مران هنا في القاهره يعني، وامبارح يعتبر كمان كان تدريب خفيف بعد ما وصلوا، استشفائي بعد ما وصلوا ابو ظبي، لكن مفيش وقت طبعا للراحه. الكل بيستعد لمباراه السوبر يوم الخميس باذن الله تعالى. نروح للشروق، واللي بتتكلم عن ايه؟ بتقول ان النهارده فايلر هيحسم تشكيل الاهلي في السوبر، ربما تحذير طبي مشاركه رمضان صبحي. يا جماعه خليني اقول لحضراتكم ان مشاركه رمضان غامضه، ما حدش يقدر يتوقع هل رمضان هيشارك ولا مش هيشارك، الامر متروك للمدير الفني. حتى لو حد حابب يجتهد، احنا مش هينفع هنا نجتهد نقول رمضان هيلعب ولا مش هيلعب، مستر فايلر هو اللي في ايده القرار، لكن اللاعب جاهز طبيا وبدنيا بقى دي اللي هيبان هل هو جاهز بدنيا ولا لا بخصوص تدريب النهارده وتدريب بكره يعني. لكن احنا طمنا كمان من كريم زميلنا العزيز هناك بخصوص رمضان وجاهزيته لهذه المباراه. المفاجأة من وجهة نظر الشروق ان هي بتنحصر بين بادجي وكهربا. ازاي بقى ان بادجي ممكن يبتدي اساسي لو ابتدى تبقى مفاجأة، كهربا لو ابتدى اساسي ايضا لو ابتدى ممكن يبقى بتبقى مفاجاه طبقا لرؤيه يعني جريده الشروق. لكن ايضا ممكن المفاجاه ما تنحصرش بس في الاسمين دول، لا ممكن تلاقي مفاجات مختلفه في تشكيل النادي الاهلي. مش عايزين نقول ان هيبقى فيه 3 4 مفاجات يعني، مش منطقي، لكن اكيد هيبقى فيه مفاجاه بالنسبه لمستر فايلر في هذه المباراه ما يقدر يعملها يعني قبل مباراه الزمالك. احتمالات بعوده الثنائي ياسر وربيعه، في جاهزيه تامه في الحقيقه ال 24 لاعب، الكل جاهز، يبقى بس استقرار على التشكيل الاساسي من قبل مستر ريني فايلر. تعالوا نروح للوفد، واللي بتقول طوارئ في القلعه الحمراء، وخلاص يعني طبيعي عشان مباراه السوبر. الاهلي يحذر كهربا قبل موقعه السوبر، يعني بخصوص الاستفزازات اللي ممكن يتعرض ليها من جمهور نادي الزمالك او من بعض لاعبي نادي الزمالك. اكيد ما نتمناش الكلام ده، لان هي مباراه في الاخر يعني لازم يكون اللي بيغلب فيها الروح الرياضيه، والافضل هو اللي يكسب باذن الله، الافضل يكون النادي الاهلي. لكن كهربا لعيب كبير ووصل لمرحله نضج كبيره، مش هتاثر باي استفزازات، خصوصا ان هو كان لاعب سابق يعني في نادي الزمالك. وعلى اجهاد صداع في راس فايلر، ان شاء الله الكل جاهز، مفيش اجهاد ولا حاجه. فتحي وبادجي جاهزان، الكل فعلا جاهز، وتكليفات خاصه لايقاف خطوره بن شرقي. مش بن شرقي بس هو اللي خطر يعني في نادي الزمالك، لعيب كبير جدا اشرف بن شرقي، ومعنوياته كمان مرتفعه بعد الهدفين اللي احرزهم في مباراه الترجي فوز نادي الزمالك 3-1. لعيب خطير اكيد هيتم التعامل معاه، لكن مش بس هو، في عدد كبير جدا من لاعبي الاهلي والزمالك مميزين تحديدا يعني. احنا هنقابل الزمالك، فالزمالك عنده اكتر من مفتاح مميز، اكيد مستر فايلر بيدرسهم بشكل مفصل يعني. تعالوا نروح للدستور، اخر خبر معانا، والكلام ايضا على نقل مباراه صن داونز لاستاد القاهره، ده خلاص امر معروف. فايلر يجهز رباعي الهجوم لموقع السوبر، قصدهم على معلول والشحات وكهرباء واجايكا مفاتيح لعب يعني بالنسبه للنادي الاهلي. برضه ما تضمنش مين اللي هيبقى فيهم اساسي ومين احتياطي. ومشاركه رمضان في التدريبات الجماعيه، هو شارك الراجل بدايه من يوم السبت اللي فات، وكمان كان شارك في جزء المران يوم الخميس اللي ماضي، لكن هو بيواصل طبعا مشاركته في التدريبات النهارده، بيشارك بشكل طبيعي. هنشوف اللي هيحصل، كلنا متحمسين ومترقبين ومنتظرين هذه المباراة بإذن الله تعالى. أخبار الأهلي في موقعه، يلا. سوبر كور، الأهلي يرفض تحفيز لاعبيه بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك في السوبر. فيتو، أوراق كارتيرون وفايلر الرابحة قبل مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر. اليوم السابع، المهاجم الصريح يثير الخلاف في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر.
صدى البلد، الأهلي يحسم مصير مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك. وان ثري يانكون يدرب الشناوي على التعامل مع ضربات الجزاء. موقع الاتحاد الإماراتي، الأهلي والزمالك يرفعان شعار ممنوع الاقتراب. الوطن سبورت، أزمة في ملعب تدريبات الأهلي بالإمارات قبل مواجهة الزمالك. سوبر كورة، واللي بتتكلم على أن الأهلي يرفض تحفيز لاعبين ومكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك في السوبر. وفي لائحة هتطبق موضوع بقى مكافآت خاصة أو لا، ده بعد المباراة ما نبقى نشوف. الأهم يعني أن لاعبي النادي الأهلي مركزين، مش منتظرين مكافآت ولا حاجة. الناس عارفين دورهم إيه وواجبهم إيه اللي مطلوب، واللي بيتمثل في إسعاد جمهور النادي الأهلي بإذن الله تعالى من خلال الفوز على الزمالك. تعال نروح لفيتو، وبيتطرقوا من جانب تحليلي شويه لهذه المباراه، وان اوراق كارتيرون وفايلر الرابحه قبل مواجهه الاهلي والزمالك في السوبر. يعني قال لك كارتيرون عنده عدد كبير جدا من الاوراق الرابحه، اشرف بن شرقي، احمد السيد زيزو، فرجاني ساسي، يوسف اوباما، مصطفى فتحي او مصطفى محمد طبعا، وطارق حامد، خبرات طارق حامد، شيكابالا لو لعب، وعبد الشافي ايضا خبراته. يعني تحليل من قبل فيتو ايضا بيتطرق للنادي الاهلي والاوراق اللي عنده اللي بتتمثل في ما شاء الله ثبات الشناوي، رمضان صبحي لو شارك في هذه المباراه، الروح المعنويه مرتفعه عند كهربا، اجاي وتالقه على مدار الفتره اللي فاتت، حسين الشحات كوره ايضا مهمه في مباريات القمه، أفشة وتأثيره الكبير في وسط ملعب النادي الأهلي، بادجي كصفقة جديدة ومميزة، بالإضافة للانسجام الواضح ما بين السولية وأليو ديانج، وبكل تأكيد خبرات أحمد فتحي ووليد سليمان. يعني عدد كبير جدا من الأوراق هنا وهنا، إن شاء الله الأفضل يكون النادي الأهلي يفوز في هذه المباراة بإذن الله تعالى. تعالوا نروح لليوم السابع، والمهاجم الصريح يثير الخلاف في الأهلي قبل مواجهه الزمالك بالسوبر. يعني مفيش خلاف ولا حاجه، يعني ممكن يكون تفكير مستر فايلر يلعب بمين. احنا عندنا مثلا ايه اجاي المباراه الاخيره لعب مهاجم صريح، مباراه المصري يتالق في الحقيقه جدا جدا، عندك مروان محسن بيلعب وماشي بشكل جيد، عندك اليو بادجي كمان جاهز لهذه المباراه، فممكن يكون في حيره في المركز، عندك كمان كهربا بيجيد اللعب كراس حربه صريح. يعني فكلها افكار وامور بتدور في ذهن مستر فايلر، هو الادرى بالانسب لهذه المباراة، وبالتالي هيبتدي بيه في التشكيل الأساسي. احنا هنترقب وننتظر بإذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح لصدى البلد، والأهلي يحسم مصير مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك في السوبر. الحسم هيكون من خلال 48 ساعة اللي احنا فيهم دلوقتي، يعني مران النهاردة ومران بكرة، هيبان بقى بشكل أكبر أو هيستقر، مش هيبان، هيستقر مستر فايلر بشكل أكبر. هل يبدأ برمضان؟ هل يبقى على الدكة؟ مش هيكون ليه فرصة في هذه المباراة، هنشوف يعني. تعالوا نروح لوان ثري، واللي بتتكلم على مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ميشيل يانكون، واللي بيدرب الشناوي او يدرب الشناوي على التعامل مع ضربات الجزاء. الشناوي ماشي بشكل جيد، لكن طبعا التدريب على ضربات الجزاء هيكون مهم جدا تحسبا لوصول المباراه لضربات الجزاء الترجيحيه في حاله التعادل في الوقت الاصلي، لان بعد ال 90 دقيقه لو تعادلنا هيبقى في ضربات جزاء على طول يعني. فاكيد من ضمن الفقرات المهمه اللي بيتم التدريب عليها او بيتدرب عليها محمد الشناوي مع مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. موقع الاتحاد الإماراتية، واللي بيتكلم عن الأهلي والزمالك يرفعان شعار ممنوع الاقتراب، والتدريبين مغلقين، يعني سواء تدريب النادي الأهلي أو تدريب نادي الزمالك، والكل مركز بشكل كبير في هذه المباراة. هتبقى مباراة كبيرة طبعا وفنيات كبيرة جدا عند الفرقتين، هنتمتع بيها بإذن الله. طبعا الأهم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي إن شاء الله فوز بهذه المباراة. طيب دي كانت بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي في المواقع. أنا هروح لفاصل، بعد الفاصل تقرير مع جمهور النادي الأهلي وأهم بطولة سوبر. احنا عارفين الأهلي خد 11 بطولة سوبر قبل كده، أنهي بطولة كانت أهم بالنسبة لهم أو البطولة اللي كانت مؤثرة واللي بيحبوا يتذكروها دايما، يعني بخصوص بطولات النادي الأهلي في السوبر. وبعد الفاصل والتقرير نرجع هيكون معانا الأستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق عشان نتكلم معاه بخصوص هذه المباراة. استنونا. لقى 3-2 ساعة ما كهربا ضايع البلينتي وآخر جون مؤمن زكريا متهيألي، المباراة دي عمري ما انساها. 3-2 لما رمضان صبحي واقف على الكورة
لما مؤمن زكريا جاب الجون فاول. اخر ماتش كان ما بين الاهلي والزمالك في ماتش السوبر، كان ساعتها كسبانين 3-2 وهم جابوا ضربتين جزاء لينا ليهم، وطبعا الماتش ده كان يعني كان كويس جدا. وطبعا بالنسبه للنادي الاهلي، الاهلي كان متقدم عن الزمالك 3-0، وبعد كده الزمالك جاب جونين ضربتين جزاء، بس الماتش كان كويس جدا والاهلي ادى ده كويس قوي، وان شاء الله السوبر الجاي ان شاء الله هيبقى يعني الاهلي ممكن يكسب الزمالك، لان الزمالك لسه واخد سوبر افريقي برده، فيبقى منافس قوي برده مع الاهلي، وان شاء الله الاهلي ياخدها زي كل سنه. في مباراه سوبر كانت بتاعه 2-0 بتاعت احمد حسن ومعتز زينو، وفي مباراه اخر مباراه اللي هي بتاعه 3-2 اللي هي كانت في الامارات، وقبل كده برده كان في مباراه في الامارات الاهلي كسبها بتاعه السوبر بتاع 3-2. ماتش من 4 سنين ما بين الاهلي والزمالك لما كهربا ضيع ضربه الجزاء وخلص 3-2 وساعتها ما رمضان وقف على الكوره، هو ده الماتش اللي انا فاكره. مباراه الاهلي والزمالك لما لعبوا في الامارات لما الاهلي كسب 3-2 ورمضان صبحي وقف على الكوره، وكانت مباراه كويسه جدا وجميله يعني. المباراه اللي هي شريف اقرابي صد جون واحنا غلبنا تقريبا 3-2، وكان عبد الله سعيد جاب جونين ومؤمن زكريا جاب جون وفوزنا في السوبر. الماتش اللي احنا كسبنا فيه بضربات الجزاء فرق جون. استاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا محمود ازيك؟ اهلا بك يا امير. الله يخليك. كله تمام الحمد لله. كيف ترى مباراه السوبر؟ والله هي طبعا مباراه زي اي مباراه بين اهلي وزمالك، مباراه هتبقى قويه، بس طبعا الحضور الجماهيري هيضفي ليها طبعا طابع اقوى. هيبقى مستوى، انا متوقع هيبقى مستوى افضل من الفريقين، غير تماما مباريات بطوله الدوري اللي هي دايما بتقام بحضور جماهيري قليل. شفنا برده مباراه السوبر بين اهلي وزمالك في بدايه الموسم، كانت في ملعب برج العرب بحضور جماهيري، وكان مستوى الفريقين كان عالي جدا، كان في اثاره، كان في تفوق واضح جدا من النادي الاهلي في الشوط الاولاني، وتقدم ب3 اهداف. في الشوط الثاني سيناريو المباراه يعني تغير تماما، ونادي الزمالك دخل في اجواء المباراه وانتهت المباراه 3-2، وكان في اثاره كبيره. فطبعا الجماهير ده من شأنه ان هو بيزود مستوى اي مباراه، اكيد اكيد، غير المباريات بتاعه الدوري بتبقى دايما تحس ان هي الايقاع بتاعها هادي او بسيط. لكن في نفس الوقت انا شايف ان المباراه اللي جايه دي هتكون التحدي لمين اللي هيبقى شخصيته اقوى. النادي الاهلي ماشي تقريبا حسم بطوله الدوري بنسبه كبيره جدا، تمام، 15 فوز متتالي، اداء قوي جدا، اداء فني مميز، جاهزيه لكل العناصر تقريبا، ما بقاش في تحس ان في فارق لعيب اساسي ولعيب احتياطي، المستويات متقاربه من كل اللعيبه، ماشي بخطه ثابته. العروض في بطوله افريقيا تحسنت تدريجيا، تاهل رغم ان هو كان، مش هنقول تاهل صعب، لكن تاهل يعني كان ختام المشوار في ظروف صعبه جدا في ملعب الهلال السوداني، لكن النادي الاهلي كان قدم مباراه قويه جدا، يمكن من افضل مبارياته في دوري الابطال السنه دي في ملعب الهلال لولا التعادل في الدقائق الاخيره. الناحيه الثانيه نادي الزمالك ماشي نتائجه في الدوري تحسنت منذ تولي كارتيرون المسؤوليه، في خمس انتصارات وتعادل وتاهل برضه في مجموعته في دوري الابطال، ومؤخرا فاز على الترجي التونسي بنتيجه تعتبر نتيجه ثقيله على فريق كبير زي الترجي، وفاز بكاس السوبر فداخل بمعنويات كبيره. فعشان كده هيكون التحدي مين اللي هتبقى، مين اللي هيفرض شخصيته اقوى في الملعب في المباراه الجايه، الاهلي ام الزمالك. الاهلي طبعا بيتفوق تاريخيا ورقميا ومعنويا سواء في بطوله السوبر او على مستوى بطوله الدوري او بطوله كاس مصر في المواجهات المباشره ضد الزمالك. والزمالك الناحيه الثانيه داخل بمعنويات مرتفعه، ان احنا الناس اللي كانت بتشكك فينا قاعدين اهو، كسبنا الترجي 3-1، وبرضه كانت مفاجاه ان الزمالك يكسب الترجي. النتيجه كانت مفاجاه، لكن سيناريو المباراه كان ممكن يخسر يعني الزمالك يكسب اكتر من 3 كمان. المفاجاه ان كانت كل المعطيات قبل المباراه بتصب في صالح الترجي التونسي باعتباره ان هو الفريق بطل افريقيا في اخر موسمين، مقدم عروض قويه جدا في دوري الابطال، لكن دايما الترجي التونسي في المباريات اللي هي بتتلعب بره ملعبه ما بيكونش بنفس القوه في ملعب رادس. يعني ملعب رادس فريق الترجي فريق قوي وليه اسم كبير، مشجع يتنقل للامارات بسهوله جدا، وسائل المواصلات سهله وقريبه.
اوروبا نفس القصه، لكن افريقيا لا، افريقيا الوضع صعب جدا. عشان كده بقول لك ان العامل النجاح متوفر بشكل كبير جدا. برضو الاخوه في الامارات سعداء جدا بتنظيم المباراه، والمباراه عامله حاله كبيره جدا وعامله حدث كبير جدا، لان النادي الاهلي والزمالك لهم شعبيه كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا كمان. طيب انا عايز اتكلم شويه فنيا بخصوص هذه المباراه، وبالتحديد العناصر اللي ممكن ترجح كفه الاهلي او الزمالك من وجهه نظرك. والله يا امير انا شايف ان فايلر هو راجل واقعي جدا، مش شايف ان هو هيبقى فيه مجال للمفاجات في صفوف الفريقين. يعني في كلام مثلا عن رمضان صبحي ومدى جاهزيته، ما اعتقدش ان فايلر هيضحي ما اعتقدش يعني ان هو يضحي ان هو يشرك رمضان صبحي من البدايه كعنصر اساسي. والفريق اهو مثلا رمضان بقاله اعتقد ما يقرب من شهرين تقريبا 6 أسابيع أو 7 أسابيع بعيد للاصابه، مع ذلك النادي الاهلي لم يتاثر بغيابه. اعتقد هو طبعا اضافه فنيه، وجوده اضافه فنيه، لكن الفريق برده كان مستمر وغاب في مراحل يعني مباريات حساسه جدا حتى في دوري الابطال، ومع ذلك الفريق كان ماشي كويس. فايلر راجل براجماتي شويه، عارف كويس جدا هو وكارتيرون في نفس الوقت ان دوري الابطال بالنسبه لهم هما الاثنين هيبقى اهم من مباراه السوبر. مباراه السوبر في الاول وفي الاخر طبعا بطوله خاصه وكل حاجه، لكن هي زي ما نقول ايه، زي بطوله استعراضيه في عرف كره القدم. ان الاثنين برده عارفين ان في مباراه بينهم تاني في الدوري لسه مش مؤكد اقامتها بشكل كبير، وعارفين ان في الاختبار الاصعب في الترجي الزمالك مع الترجي والاهلي مع سان داونز. فاعتقد ان هو مش هيبقى فيه مجال للتغييرات الكتيره في التشكيل، مش هيبقى فيه مجال ان هو يلعب في التشكيل بشكل بس فايلر تحديدا بيغير في التشكيل. لا في ادي الحدود، لكن انا اقصد لا الماتش اللي فات مثلا غير 4 عناصر أو 5 عناصر الابري 4، لكن لا بس كان مباراه اهلي وزمالك برضو يبقى ليه يعني هيختار افضل العناصر اللي هي ابدت جاهزيه في الفتره اللي فاتت دي كلها. انا بتكلم على نقطه رمضان صبحي بالتحديد. رمضان مش هيجيبه من الدار للنار، خصوصا كمان المباراه يبقى فيها حضور جماهيري، ومن الوارد ان هيكون فيها برضو تدخلات والتحامات. فانت مش هتضحي بلعيب وتخسره في مرحله اهم. يعني ما تجيبش لعيب بقى له 6 7 أسابيع مصاب وتدخله في مباراه اجواء سخنه الا اذا اللاعب جاهز 100% بقى. او مثلا ظروف المباراه سمحت بكده. يعني انت نتيجه المباراه سمحت، انت في افضليه كبيره ليك في الملعب، فممكن تشرك عنصر انك يعني هو ايه الفريق فايق وانت بتدخله جوه الفرقه. لكن هو يشيل فريق اساسي لا، ده استبعدها بدرجه كبيره جدا. يعني مين بخلاف رمضان اللعيبه اللي ممكن تاثر وتكون يعني تدي نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي في هذه المباراه؟ طبعا من نجوم الاهلي في الفتره الاخيره عمرو السولية في وسط الملعب، ركيزه مهمه جدا. ديانج برضو ركيزه مهمه جدا. علي معلول لا خلاف عليه. احمد فتحي من عناصر الخبره اللي ليها باع كبير جدا مباراه الاهلي وزمالك واللعب تحت ضغط جماهيري. كذلك محمد الشناوي من افضل لم يكن من افضل لاعبي الاهلي هذا الموسم تقريبا. طبعا وبان في المباراه الاخيره ضد النادي المصري كان متالق بشكل كبير. انت برضه زي ما بنقول حارس مرمى الاهلي او حارس مرمى اي نادي كبير ممكن ما يتعرضش لاختبارات كتيره في المباراه الواحده، ممكن يجي له طبعا اختبار او اثنين او ثلاثه. الاهم انه يركز في الاختبار اللي هيجي له. بالظبط كده، بالظبط كده. فالشناوي من نجوم النادي الاهلي الموسم ده، وعامل اداء عالي جدا جدا، مستوى في ارتفاع ويستحق المكان اللي هو وصل لها بصراحه. المساكين يعني بنشوف دايما تنوع في الاختيارات بخصوص مستر فايلر، يعني مثلا مره نلاقي ياسر ابراهيم مع رامي ربيعه، رامي ربيعه مع متولي مع مثلا سعد قبل ما يتصاب، يعني عدد ايمن اشرف. مين ممكن يلعب بيه في الماتش زي ده مستر فايلر من وجهه نظرك يعني؟ انا اعتقد ان مستر فايلر ممكن يعتمد على العناصر اللي هي ليها اكتر في الكرات العاليه، لان نادي الزمالك برده مصطفى محمد من العناصر اللي هي بيرتكز عليها اسلوب لعب نادي الزمالك في الكرات العاليه. صح. كذلك نادي الزمالك متميز في الكرات الركنيه. محمود علاء بيتقدم، الونش بيتقدم، عنده قصه الكرات العاليه برضه. فرجاني الساسي برضه من العناصر اللي بتكمل في الكورنرات بالذات. فاعتقد ان هو فايلر هيعتمد بشكل كبير. ممكن يعني ممكن يلجأ للعيبه اللي هم بيعرفوا او يجيدوا الكرات العاليه، مش اللاعب اللي يقدر يطلع بالكوره مثلا. بنسبه كبيره. بنسبه كبيره. انا عشان كده اعتقد ان فرص ايمن اشرف في المباراه ممكن وارد. ده تخيلي، لان الزمالك بنقول في الكوره الثابته متميز جدا، بيسجل منها كتير في مشواره في افريقيا وبرده كذلك في الدوري. هنشوف معظم الاهداف بتبقى كرات عرضيه او ركلات ثابته. في طبعا عنصر في وسط الملعب هيكون مهم جدا، ان اللي هي التغطيه في الارتداد الدفاعي. ان الزمالك برده من فرق مع كارتيرون اصلا بيحب يلعب على اللي هو تقفيل الدفاع، ان هو بيقرب خطوطه دفاعيا وبينطلق بالهجمات المرتده، وعنده عناصر اللي هي بتعمل ستريتش الملعب كويس زي بن شرقي، لعيب مميز جدا في الهجمات المرتده. احمد سيد زيزو
ده برضه هتبقى يعني هيبقى في دور كبير جدا في وسط الملعب على السولية وحمدي فتحي وطرفين الملعب. حمدي فتحي مش موجود اليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات. اعتقد من اللعيبه هيبقى ليها ادوار فنيه مهمه جدا 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 في المباراه دي. حسين الشحات من الاجنحه اللي بتجيد الارتداد الدفاعي مع النادي الاهلي وهيكون ليه دور مهم جدا في المباراه. أجاي تألق في مركز المهاجم، هل تتوقع ان هو يبتدي كمهاجم في مباراه الزمالك؟ ولا ممكن نلاقي بادجي، نلاقي مروان محسن؟ برضه بادجي برضه ما اعتقدش بالنسبه كبيره ان هو يبدا المباراه. لا برضه نفس القصه. وحتى لما فايلر اتسال في المباراه الاخيره قال لهم ده لاعب صغير في السن ومحتاج ان هو وقت يتاقلم، ممكن يكون وارد ان هو يشارك، بس برضه بنقول ايه بالنسب بالنسب احنا بالواقع اللي احنا شايفينه بنسبه كبيره مثلا ان هو ممكن ما يشاركش او يبقى في جزء مباراه. لا شايف ان هو عادي فايلر يبدا بمروان محسن بشكل عادي جدا ويبدا باجاي ان هو عشان يعمل جبهه مع علي معلول، لان علي معلول بيحتاج. مؤكد يلعب علي معلول ولا ممكن يلاقي ايمن اشرف زي مباراه الهلال مثلا السوداني؟ لا يا لا لا ما اعتقدش ان معلول هيريح في المباراه. لا لا لان هو عنصر مهم جدا، عنصر يعني مفتاح هجومي مهم جدا في الاهلي. يعني الجبهه اليمنى بتعتمد اكتر هجوميا على حسين الشحات بشكل كبير. تمام. لكن الجبهه اليسرى في النادي الاهلي بتعتمد على الظهير اكتر ما بتعتمد على الوينج، لان بنشوف اجاي او رمضان صبحي كان بيسند مع علي معلول وفي نفس الوقت بيخش كمهاجم تاني مع مروان محسن او راس الحربه التاني اللي بيبقى يكون موجود في الفرقه. فيما يتعلق بكهربا وتالقه في المباراه الاخيره امام المصري ايضا، هل ممكن يشارك كهربا بشكل اساسي ولا انت بترجح ايه يعني؟ كهربا من العناصر طبعا كل دي احنا بنحاول نتوقع، كل دي توقعات للمباراه للتشكيل بتاع النادي الاهلي، لكن طبعا احنا مش عارفين مستر فايلر هيعمل ايه يعني. من العناصر انا ممكن كهربا من العناصر اللي هي ممكن في الفتره اللي فاتت ما كانتش بتشارك بشكل اساسي دايما. فايلر كان بيستخدمه كورقه استراتيجيه في الشوط الثاني، كان بينزل يسرع رتم الاداء الهجومي للنادي الاهلي في المباريات الاخيره، وشفنا تاثيره في ماتشات كتيره زي اف سي مصر، وشفنا برضو المباراه الاخيره ضد النادي المصري. كهربا بقى من العناصر اللي ممكن تبدا اساسي، مرشح ممكن تبدا اساسي، وفي نفس الوقت هيكون في الحاله دي هيكون اجاي هو راس الحرب المهاجم. هيكون اجاي هو راس الحرب، ده احتمال، ما هي لان كهربا من النوع اللعيبه اللي بتحب اللعب في وسط اجواء جماهيريه بتجيد كده، والمباراه دي هو عليه العين بشكل كبير جدا. وكهربا انا فاكر له نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك في 2015، رغم من حاله الشحن الجماهيري والكلام ده كله، كان لسه منضم لنادي الزمالك من فتره قريبه، لكن كان مقدم مباراه عاليه جدا جدا فعلا. فهو بيجيد، هو لاعب عقليته بتجيد ان هو وسط الشحن الجماهيري والاستفزاز، هو ما بيتاثرش بيه. فده هيكون من العناصر اللي هيكون ليها دور مهم في مباراه النادي الاهلي اذا شارك. وبرده من العناصر المرشحه، ممكن تكون مرشحه فرصتها بقوه ان هو يشارك بشكل اساسي ويكون اجاي هو راس الحربه. ده لو من العناصر اللي هي ما كانتش بتبدا بشكل اساسي. يعني الفتره اللي فاتت فايلر مثبت خمس ست لعيبه كده، دول عمود الفقري للفريق، رامي ربيعه في خط الدفاع، عندك ديانج وسلايف وسط الملعب، معلول في الجبهه الشمال، اجاي في الهجوم، وحسين الشحات. السته دول غالبا ما بيتغيروش، غالبا ما بيتغيروش. اللي حواليهم ممكن تلاقي لعيب شريك اساسي النهارده والمباراه اللي جايه بيريح وينزل بديل كده، لكن السته دول ما بيتغيروش خالص طبعا بخلاف محمد الشناوي. فبالتالي احنا بنتكلم عن احتمالات كتير جدا، ده امر ايجابي بالنسبه للجهاز الفني، جاهزيه عدد كبير من اللاعبين. طبعا ما ده النجاح اللي عمله فايلر. نجاح. طبعا. لان زي ما بقول لك يا امير، انت فقدت عنصر زي رمضان صبحي، عنصر مهم جدا، ومع ذلك الفريق ما تاثرش. فريق مستمر في صداره الدوري، مستمر في افريقيا، تاهل، عمل ماتشات كويسه، اداء كويس. برضه في بدايه الموسم انت فقدت عنصر مهم زي حمدي فتحي. وكان في اوج انطلاقته يعني طبعا، ومع ذلك كان ديانج وقتها كان بعيد جدا عن الصوره وبعيد جدا عن الحسابات. دلوقتي ديانج برضه من افضل اللعيبه في خط وسط النادي الاهلي. السوليه برضه مستواه عالي، عندك الجبهه اليمنى بتلاقي اوقات احمد فتحي بيلعب، محمد هاني بيلعب، الايقاع ما بيتغيرش. ممكن الاداء يعني مش هنقول يهتز، ممكن الاداء يعلى ويقل يعني. طبعًا. وده وارد يعني، مفيش فريق بيجيب ال10 من 10 في كل الماتشات يعني، او في المباراه الواحده يعني، مفيش فريق بيمسك الفرق المنافس بيبقى زي ما نقول عليه كده بلغه الكوره ان هو دايس على المنافس طول الماتش. لا لازم برضه انت مش بتلعب كراسي، انت بتلعب طبعًا. منافس بيحاول برضه يعمل مشاكسه معاك والكلام كله. فلا فايلر هو عامل مثلا دلوقتي قوام للاهلي في حوالي 16 17 لاعب جاهز. فدي حاجه مهمه جدا بتفيده بقى في الايه؟ في الظروف الاضطراريه. بالظبط. تفيده في الظروف الاضطراريه وبرده فتره مليئه مثلا بالمباريات زي الفتره الحاليه. بالظبط كده، دي بتفيده في الظروف الاضطراريه، انت ممكن في اي وقت تشرك اي لاعب. هو حتى نفسه لما فايلر كان بيتكلم ناس خدت مأخذ عليه ان هو ليه محمود متولي بيلعب في وسط الملعب، قال لهم اللعيب
العصري او اللاعب الكوره الحديث يلعب في اكتر من مركز. صح، دي ميزه عجبتني جدا فعلا. انا عجبني جدا تفكيره بصراحه. يعني هو الناس تستغرب ازاي اللعيب مثلا جاب جون برجله الشمال وهو بيلعب باليمين. هو بالنسبه له بالنسبه للاوروبيين ده حاجه عاديه. دي من اساسيات الكوره. اساسيات الكوره ان انا لعيب اقول لك مثلا انا عايزك في وسط الملعب تكون موجود باك شمال موجود. زي البعض مثلا بينتقد ليه كهربا ما بيلعبش وينج ليفت مثلا. بالظبط، دي عدلته. بنلاقيه في اغلب الاوقات بيلعب وينج رايت حتى لو هو ما بيقدمش الفاعليه او المطلوبه. يعني الناس ايه واخده ان رمضان افضل في الجبهه اليسرى. لما بيروح الجبهه اليمنى نشاطه لحد ما بيتأثر، سواء ممكن يكون بيأدي أدوار تانية فنية المدير الفني هو عايزها منه. ممكن يكون بيحمي جبهة دفاعية، ممكن يكون بيعطل باك شمال نشيط شوية. فبرضه لا، أنا شايف إن فايلر ماشي بشكل كويس جدا جدا مع النادي الأهلي فنيا وبدنيا وتكتيكيا وكل حاجة. طيب عايز أروح لنادي الزمالك والتشكيل اللي ممكن يكون متوقع على الزمالك، هل هيكون نفس التشكيل في مباراة الترجي؟ ومن خلال تشكيل نادي الزمالك هو المؤكد أكيد مثلا إيه اسمه إيه؟ طارق حامد وفي الجاني السياسي هيبقى في نص الملعب، ففي المقابل في اليو ديانج والسوليه، دي معركه تانية، معركه نص الملعب، مين يقدر ينتصر وازاي ينتصر في هذه المعركه؟ اللي ينتصر اللي هتبقى خطوطه متقاربه، هي ما هي يعني ما هي مش هيد تو هيد او مثلا مش مواجهات مباشره، اللي خطوطه متقاربه بشكل كبير. انا شايف ان اطراف النادي الاهلي اقوى، يعني اقوى الاطراف، اطراف النادي الاهلي اقوى اللي هي سواء الطرفين او الظاهرين او الطرفين. نادي الزمالك الظهير الايمن سواء حازم امام او محمد عبد الشافي برضو هنقول عنصر السن، لو انت ضغطت عليه بشكل اقوى لا هتبقى انت ليك كلمه، هتضطر انك كده خط وسط الزمالك هيضطر انه ملزم ان هو يتراجع شويه او يضم شويه، وده اللي نجح الزمالك في ماتش الترجي التونسي، ان هو كان عامل حمايه للظهيرين الجنب، عشان كده ما كانش فيه خطوره على محمد عبد الشافي او حازم امام. ودول انا شايفهم من يعني لو اتضغط عليهم او ما توفرهمش الحمايه الفنيه في الزمالك هيكون ابرز نقاط ضعف الزمالك هو محمد عبد الشافي وحازم امام. لكن قلبين الدفاع زي ما نقول محمود علاء وحمدي الونش ما تحاولش تلجا معاهم للكرات العرضيه كتير. في الاختراقات الاهلي يعني يكون افضل له الاختراق، ان علاء والونش من اللعيبه اللي هي اقوياء بتاع سرعات بدنيه كتيره. اللعب من حركه وده اللي برضو فايلر خلقه هيسبب ازعاج شويه لدفاع نادي الزمالك. خطوره نادي الزمالك هجوميا هتبقى في الهجمات المرتده، ان هو عنده عناصر في الهجمات المرتده ممتازه، عناصر مهاريه. هي دي ممكن تكون استراتيجيه نادي الزمالك في هذه المباراه، ان هو يلعب جداً على طريق الهجمات المرتده يعتمد عليها. ما هو الزمالك كان ديسكت الاستراتيجيه بتاعته ضد الترجي. وبرده في سيناريوهات برده امير، مهما كانت الخطط ده قناعه. مهما كانت الخطط او الاستعدادات برده كره في عامل التوفيق اكيد. يعني انت برده انت بتعمل خطط وسيناريو للمباراه. نادي الزمالك برضو خدمه في مباراه الترجي التونسي ان هو جاب جون في الدقيقه 2. ده يعني ممكن ولا في افضل احلام كارتيرو ان هو كان يحلم ان هو يجيب جون في الدقيقه 2. تمام، بس ده طبعا عامل ساعده، خلاه يفرض السيناريو بتاعه بشكل اقوى. واثبت ان هو جداره واثبت افضليه، والمباراه دي اديته روح اعلى. هيخش ان هو ايه، اول كان في حاله من التشكيك في قدرات الزمالك، لكن في اختبار قوي ضد الترجي اثبت كفاءه كبيره بخطه اللعب الهجمات المرتده. كارتيرون نفسه مع النادي الاهلي في مباراه الترجي التونسي نهائي افريقيا في رادس اللي انتهت بفوز الترجي 3-0 كان بيعتمد على الهجمه المرتده. وبرده هو مدرسه الفرنسيه ان هو بعبي خط الدفاع لورا، بضيق بين الخطوط وبعتمد على الانطلاقات المرتده. هتكسب في مباراه وهتخسر في مباراه، ده وارد، دي حسابات وسيناريوهات. لكن دي مدرسه كارتيرون. مدرسه كارتيرون برده كان مع وادي دجله ضد النادي الاهلي برده فاز برده بهجمه مرتده في 2016 ضد مارتينيو. فهي دي مدرسه باتريس كارتيرون. كارتيرون مش بتاع اللعب المفتوح الا لو هو افضل كتير جدا جدا، ما يقدرش يلعب لعب مفتوح مع الاهلي. مفيش فريق في مصر يقدر يلعب لعب مفتوح مع الاهلي الا لو في هدف مبكر مثلا من الاهلي فهيضطر يفتح الماتش. بالظبط كده، مباراه بطوله كده. يعني حتى كنا في الدوري المصري كان بنقول وادي دجله هو اللي بيلعب كره هجوميه مفتوحه. ومع ذلك هتصمد ربع ساعه، تصمد نص ساعه، كيف في الاخر هتخسر. يعني لازم يبقى في حذر، لكن برضه بتلعب فريق كبير. لو الزمالك كان لعب مباراه مفتوحه ضد الترجي كان ممكن يخسر. لكن هو عارف ان هو بيلعب فريق كبير عنده نقاط قوه لازم يتقفل عليها. يعني الزمالك هيلعب نفس التشكيل ونفس الاستراتيجيه في هذه المباراه بنسبه كبيره، برضه مش هيكون في تعديلات، ممكن يكون عنصر او اثنين، يعني عنصر بالكثير يعني او اثنين على حسب التشكيل. يعني برضه بن شرقي ومصطفى محمد عناصر رئيسيه، فرجاني وطارق حامد، محمد عبد الشافي، محمود الونش ومحمود علاء ومحمد ابو جبل او احمد سيد زيزو. دول بنسبه كبيره دول تشكيل نادي الزمالك. يعني لو في مفاجاه تبقى برضه في عنصر، زي ما قلنا ان كهربا ممكن يبدا اساسي في المباراه. تمام، ممكن نلاقي في نادي الزمالك لعيب زي مصطفى فتحي يبدا المباراه.
تبقى مفاجاه برضه. يعني هتبقى المفاجات في اضيق الحدود يعني ضيقه جدا مش اكتر من كده. طيب المطلوب من لاعبي النادي الاهلي ومستر فيلر، طالما احنا اتكلمنا على ان نادي الزمالك هتبقى استراتيجيته اللعب على الهجمات المرتده، فهيبقى في التوقيت ده التعامل يبقى ازاي مستر فيلر، والمطلوب من النادي الاهلي في المجمل بخصوص المباراه عشان يقدر يفوز؟ ما زي ما بقول لك يا امير، المطلوب من الفرقتين واحد، التركيز، انتباه. انا بتكلم كاستراتيجيه لعب، المطلوب معروف يعني، لكن انا بتكلم كاستراتيجيه لعب، تعامل الاهلي هيبقى ازاي مع الحظر الدفاعي عند نادي الزمالك مثلا لو احنا بنفترض دي. فايلر هيطبق اسلوبه زي ما هو، مش هيغير. انا هنزل من اول مباراه افرض سيطرتي، استحواذ، لعب حركي، مفيش تمركز، يعني مفيش مركزيه في اللعب، لا كل اللعيبه بتتحرك كتله واحده، الفريق بيتحرك هجوميا ويرتد كله دفاعيا. ففايلر مش هيغير في اسلوبه ولا خطته. فايلر هو، وده اسلوب الاهلي حتى من فترات طويله، الاهلي هو بيميل للاستحواذ، انا اللي اكون متحكم في رتم، انا اللي افرض اسلوبي على المنافس. فايلر غيره في مباراه واحده بس منذ تولي المسؤوليه، مباراه الهلال السوداني في السودان. استنى المنافس، لانه برده شايف المباراه محتاجه كده، شايف المباراه محتاجه كده. لكن انت هتلعب كانك بتلعب وسط جمهورك. جمهور الاهلي اعتقد التذاكر نفذت بالكامل بالظبط، تمام، كانك بتلعب في ملعبك، اكيد ما تلعبش بره ملعبك. فانت هيبقى متحكم هو اكتر في الاستحواذ، وفي الاستحواذ والسيطره على الملعب، وان هو ما يفقدش الكوره بسهوله. ناحيه ثانيه زي ما قلنا قصه التكتل الدفاعي، لا هو عنده بقى حلول كتيره. دي برده ميزه الاهلي ان هو ما بيلعبش لعب مركزي، ممكن تلاقي مثلا حسين الشحات في بادئ الماتش ناحيه اليمين، ثم تلاقيه ناحيه الشمال، ثم تلاقيه في وسط الملعب. برضو عناصر الخبره هيكون ليها دور كبير جدا، زي وليد سليمان برضو، دي من احمد فتحي لو لعب. بالظبط، احمد فتحي، بس بتكلم على وليد سليمان كالحلول الهجوميه، ممكن يلاقي وليد سليمان اساسي في المباراه دي. وارد جدا برضو من ضمن العناصر، وليد سليمان برضو عنده خبره، عنده حلول كتيره ومختلفه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. يا محمود نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. العفو. الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره حلقه مهمه جدا واخر حلقات كلام في الميديا في هذا الاسبوع، خصوصا ان مباراه يوم الخميس، فبالتالي بكره هتبقى حلقه غايه في الاهميه، والحديث عن اخر استعدادات النادي الاهلي والمران الاخير تحديدا قبل مباراه السوبر امام نادي الزمالك. وكل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي في هذه المباراه. استنونا في حلقه بكره، الى اللقاء.